أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه نبدي لو بعدكم خلصتوا، خلونا نتوكل بالله. أروح لو تقعدون وتسمعون. أنصتوا لعلكم ترحمون. السيارة جاهزة حتى أروح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع إلى مقام العصمة الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مقام المرجعية في النجف الأشرف، وإلى الأحبة من آل الصدر الكرام وافر العزاء باستشهاد الولي العارف والمرجع الكامل السيد محمد الصدر ونجليه قدس الله أسرارهم. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. مرة ثانية بس القصيرة مو الطويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل السيد الصدر؟
من قتل السيد الوالد قدس الله سره الشريف، من قتل نجليه، أغلبنا قد سمع بخطبة السيد الوالد قدس سره التي أعطى فيها أطروحات في من قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. وعلى غرارها أقول: من قتل شهيدنا الصدر، من قتل السيد الوالد قدس سره الطاهرة، يمكن أروح أحسن لي. إذا ما سمعوا لي شكوا باقي. والجواب على ذلك بعدة أطروحات. أولاً، إن من قتله هو البعث الصدامي الملعون بأمر مباشر من الطاغية الملعون. كلا كلا لحزب البعث، بعد سكتوا شكوا. باعتباره المباشر بالقتل أو أنه حامل السكين كما يعبرون، وما حدث من تهديد صريح بعد خطبته المطالبة بإفراج المعتقلين، وهو أوضح دليل على ذلك. ثانياً، ترى أنا قوة علي جيت، أنا زعلان منكم وراح تزعلوني أكثر.